أكيد هو أحد الفرق المشاركة من كانت مسابقة منيحة بزاف، كانوا فيها أسئلة جد في المستوى، وبإذن الله نسيو نشرفوا الوطن في المسابقة العربية في مصر. إن شاء الله المتسابقين اللي نجحوا، المتنافسين اللي نجحوا إن شاء الله يرفعوا راية الجزائر في المسابقة العربية الإفريقية المقررة في جمهورية مصر العربية في شهر نوفمبر على ما أعتقد، ولما لا التأهل إلى التصفيات النهائية.